يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أقسم على الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد فعله هذا من الشرك أو من البدعة؟ يعد هذا من الشرك، لأنه قسم بالمخلوق، الجاه مخلوق، فهو قسم بالمخلوق، ولا يجوز القسم بالمخلوق على المخلوق، فكيف بالقسم به على الخالق كما قال الشيخ؟ نعم.